أولا لابد من الربط بين مصالح الدول التي لها مصلحة فيما حصل في ريف حلب الغربي. فهناك الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل بعد العجز عن تحقيق حالة ميدانية كبرى في جنوب لبنان واضطرارهم إلى إيقاف إطلاق النار، كانت هناك تهديدات من قبل بنيامين نتنياهو للرئيس الأسد واتهامه باللعب بالنار، وهذا صحيح. الأمر يعبر عن سياسة أمريكية إسرائيلية جديدة أو متجددة بالأحرى للضغط على سوريا بشكل أساسي لقطع سلسلة إمدادات السلاح باتجاه جنوب لبنان وحتى باتجاه الضفة الغربية بعد أن انسكت الأسلحة وصلت إلى الضفة الغربية مخلة للتوازن هذه الشحنة كما بتعبير. المصلحة الثانية هي لتركيا أيضا، دكتور أحمد، لإجراء مصالحة مع الرئيس الأسد والتوافق على نعم نعم تسمعني؟ الصوت متقطع، التوافق مع تفضل نعم أسمعك. تفضل سانف نعم حديثك. المصلحة التركية أيضا متداخلة مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي من أجل الضغط على الرئيس الأسد للقبول بالمصالحة وفقا للشروط التركية والدفع بدمشق للتموضع مع تركيا في مواجهة قوات أسد في المرحلة القادمة. النقطة الثانية كانت تتعلق، هل تسمعيني؟ نعم دكتور أحمد، أسمعك جيدا. تفضل دكتور أحمد. نعم، النقطة الثانية نعم للضغط على دمشق للقبول بمصالحة، بالإضافة إلى هدف أبعد، هناك دراسة تركية تقول بأن المناطق التي يمكن أن تسيطر عليها وتحتلها في ريف حلب الغربي، بالإضافة إلى العودة إلى سراقب وبقية المناطق في ريف حماه الشمالي وفي منطقة الغاب، تتيح لتركيا إسكان من 200 إلى 300 ألف لاجئ سوري يقيمون في مناطق إدلب ويقيمون داخل تركيا. فهذه المصالح المشتركة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا دفعت الجميع إلى أن يتوافقوا على إطلاق عمليات ما يسمى تحرير حلب والتدخل والسيطرة على مناطق جديدة ضمن صيغة مشتركة تؤدي إلى دفع للرئيس السوري إلى القبول بالشروط التركية للمصالحة، وأيضا تشكل ضغوطا على دمشق إمدادات السلاح باتجاه جنوب لبنان طيب بالدرجة دكتور الأولى. أحمد، طيب وسط هذه والأمر المصالح يرتبط دكتور بالضغط الله. أحمد، اعذرني على المقاطعة هنا، نعم وسط هذه المصالح التي تتحدث عنها، المصالح الإسرائيلية الأمريكية التركية، يعني هل هناك تنسيق روسي أيضا مع هذه المصالح؟ هل روسيا تعلم لا أعتقد أن هناك تنسيق روسي بهذا بأن الهجوم؟ القوات الروسية، نعم تفضل. هناك معلومات منذ أكثر من شهرين عن استعدادات استعدادات هناك معلومات صحيح، كانت هناك من شهرين تحشيدات عن عسكرية استعدادات كبيرة قبل المجموعات فترة. المسلحة نعم. الغربية للقيام بعملها العسكري في نعم للقيام بالعمليات العسكرية. فروسيا هي جزء، وهي تهديد ايضا بالنسبه لقاعده حميميم. هناك المخابرات الاوكرانيه متواجده مع هيئه تحرير الشام بدعم امريكي فرنسي بشكل مباشر للضغط على الرئيس الاسد لقطع طريق الامداد. الامر الثالث قاعده حميميم من الناحيه الفعليه من قبل هذه المجموعات، وهذه المناطق هي قريبة من قاعدة حميمية
ويمكن ان تتدخل القوات المخابرات الاوكرانيه مع تحويل الشام لضرب قاعده حميميم العسكريه. فبالتاكيد روسيا لديها معلومات استخباريه وليس معلومات عن توافق مصالح مع بعضهم البعض. وبالتالي الموقف الروسي هناك اربع كما نقل هناك اربع حفله روس جنود روس بالاضافه الى اسر جندي روسي في المنطقه. وبالتالي روسيا متضرره مما يحصل وسوف يكون لها موقف مختلف. الطيران الروسي يتدخل بشكل واسع لضرب تجمعات الارهابيين في كل المناطق. طيب، هل من الممكن أن نفرض أيضا سيناريو آخر دكتور أحمد، وهو يتجلى بتصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان؟ مؤخرا تحدث وجدد دعوته لدمشق لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية قسد في شمال شرق سوريا. هل من الممكن أن تركيا تحاول من هذه العملية البرية في ريفي حلب وإدلب الضغط على الحكومة السورية لتقبل في هذه النقطة؟ كما قلت لك، الشروط التركية للمصالحة هي لمصلحة تركيا وما تعتبره أمنها القومي. أحد التي حصلت وعن طريق بعض الدول العربية كان هناك عرض تركي لأن ينضم الجيش ما يسمى الجيش الوطني إلى الجيش السوري وتحت قيادة سوريا مقابل الجيش السوري مقابل أن يقوم بعمليات عسكرية شمال شرق سوريا في منطقة الفرات. وهناك احتمال كبير أن يحصل هجوم عسكري تركي في منطقة شمال حلب في منطقة الشهباء للقضاء على التواجد العسكري لقوات قسد. طيب، هل من الممكن عندما يبدأ الهجوم المضاد لقوات الحكومة السورية وهي ما تتحدث عنه دمشق، ربما تبدأ بالهجوم المضاد أن تحقق شيء ميدانيا دكتور أحمد؟ بالتأكيد الجيش السوري المنهك، مع ذلك هناك قدرات لأن الموقف ليس موقفا سوريا فقط، وإنما هناك موقف روسي وموقف إيراني واضح تجاه هذا الموضوع. وبالتالي الفرق العسكرية النوعية، الفرقة 25، الحرس الجنوبي، الفرقة الرابعة، فيلق القدس، كل هذه المجموعة الجماعات العسكرية للجيش السوري يمكن أن تتدخل وتحقق إنجاز كبير. أما الذي حتى بالنسبة للقوات الخاصة السورية بقيادة سهيل الحسن أيضا هي قد توجهت إلى المنطقة، والجميع يعلم بأن هناك محاولات لأكثر من محور عسكري متناوب بحيث ينهكوا الجيش السوري. ولكن هذه الخطط معلومة على ما أعتقد، وسوف يكون هناك عمل عسكري كبير خاصة بوجود الطيران، مما يدفع في بالساحة الميدانية للتغيير باتجاه لصالح الجيش السوري خلال الأيام القادمة. الهجوم العسكري السوري المرتقب هو يوم غد وليس اليوم. الآن هم في صحيح، هو محاولة يوم غد، نعم. احتواء هذا الهجوم بعد أن سيطروا على 17 قرية. نعم. دكتور أحمد الدرزي، كاتب وناشط سياسي نعم. مستقل، أشكرك جزيل الشكر على جميع هذه الإيضاحات التي تفضلت بها. كنت معنا مباشرة من دمشق.